السادة المستشارين، السادة خطر الإدارة، السادة وسائل الإعلام الإلكتروني. نفس التوجه ديال الحاج هلال، يعني تحييد تصميم، يعني التحييد يدل على واحد التصميم قديم، يعني غادي يتحيى من جد. يعني هنا كاين الغموض هنايا، ولهذا فإذا كان التصميم ديال هذه المناطق المحيطة ديال غاسي بايوتشينو خدانا هذا، فنحن نرحب به ونستبشر به خيرا، نتمناو ما نوقعوش في الأخطاء اللي وقعنا في التصميم ديال فرخان. مع العلم أن هذه المناطق الآن راه كلها مبنية، نتمنى ما يخرجش عاود شي طريق فوق شي ديور اخرين، ولا شي مناطق خضراء فوق شي ديور اخرين، ولا شي حاجه. هذا هو اللي غادي نركزوا عليهم هذه المره، يستافدوا من الاخطاء ديال التصميم ديال فرخان. ونحن نتمنوا الله نستبشروا به خيرا، لعل وعسى حرك شويه الوضعيه ديال هذا البلد. شوف اسيدي، انا يقف المليحه طب مش بيدي شكون يخدم المليحه؟ شكون يخدم المليحه؟ لا قلت لك اي مسافر مش قاعد 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 الإدارة قريب المواطن، شهادة فوت فوامان وزمالة ديال المواطن في فرخانة. انا الى طولت رجع غادي نشمعهم شي بحال بينك وسهل. لا حشومه لقينا هنا خمسه ساعات شويه حدا لا جينا نعطيو الكلمه طولتوا علينا نشمعهم شي بحال يلا خمسه ساعات شحشومه كاع هذا ماشي كلام فين شني عام نجي من هنا واش مشيت عندي بعيد نعرفش لا واش شي عام تراجع الحساب اللي عام سنه كامله اربعه ديال اليوم كنناقشوا انا كنقول فين بغا يناقش ياخذ الكلمه ويناقش بين عبد الزاير انتوا ممكن نغرب نعين رئيس رئيس الحزب اللي تسنك رئيس الحزب فاقع شهرات فاقع عاد لا 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 هو رئيس ديال الحزب اللي دار ديال الجديد وغادي ندار كلشي ديال الناس اللي دراسه لا واش كاين واش كاين ساعات باش يدار في المحضر واش يدار واه صاحبي اعضاء خارج ميتو ميتو يلا حميتو قرحي قول مازال معليش خصني يعني في هذه الدورات السابقة تقبلنا واحد جوج مواد. السيد الرئيس، السيد القائد الممثل، السيد الباشا، السادة الأعضاء، السادة الحاضرون، السيد الرئيس أريد
تدخل وين كانت نظام ديال المدرجة في جميع الأعمال فيما جرى في ملحقة فرخانة في تحويل المكان الذي كان فيه مكتب تابع للحالة المدنية وتابع لبلدية بني نصار إلى محل وإلى مكان آخر. وكما قلت سابقا سيد الرئيس المحترم بأنك عضو من باقي أعضاء كباقي أعضاء مجلس البلدية ديال التواضع منكم، ثم وقد سبق لكم أن قلتم بأن السيد الرئيس ما يمكنش يعمل أي حاجة إلا بحضور جميع أعضاء المجلس، فإذا بنا نحن الآن بين عشية وضحاها نحن بجوارك ومعك، وأصبحنا آخر من يعلم على تحويل هذه الملحقة الإدارية من مكانها إلى مكان آخر، ولا نعرف في أي شيء مررت هذه الاتفاقية، ولم نحضر كيف مررت هذه أو هذا الانتقال. ولهذا هناك كثير من الأقوال تتراوج كتروج الشارع بين السكان وبين كثير من الناس، يكون هناك علامة الاستفهام في هذا التحويل. ولهذا نحن متسائلين حول هذا التحويل، وكم من أسئلة تلقيناها لا من الساكنة ولا غادي نقول حتى من الموظفين، وما عندناش الجواب